السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم عبير ناجي من عالم بيرو. النهاردة عملت لكم الكنافة اللي انتوا شايفينها دي، طاجن الكنافة. كل الناس دلوقتي بقت تعمل الكنافة في طواجن، طاجن حلو قوي، كنافة سريعة ما خدتش مني 10 دقايق. تعالوا نشوف عملناها ازاي. بس يا ريت اللي مشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس وما ينسانيش في اللايك. زي ما انتوا شايفين كده هو طاجن كنافة بكريمة الشوكولاتة. عايزة اوريه لكم، بصوا سهل قوي وتزويقه بسيط جدا بس حلو قوي، هيعجبكم جدا. تعالوا بقى نشوف عملناه ازاي. عشان نعمل الكنافه مع بعض، انا عملت لكم كنافه قبل كده بالطريقه دي بس هعيدها لكم تاني برده في الفيديو دوت. ده نص كيلو كنافه انا مقطعاه وثلاث معالق سكر، ودي كوبايه زبده. هجيب الصاج واوريكم هنحطها ازاي. احط الزبده بتاعتي بسم الله على الكنافه بالطريقه دي واقلبها كويس. وهحط السكر بتاعي برضو واقلبهم كويس في بعض. حطيتها في الصاج اهي زي ما انتم شايفين. ابتدي بقى اوزعها كويس في الصاج بتاعي واضغط عليها كده بايدي كويس عشان اعمل راق من الكنافة كده. تمام خلاص انا ضغطت عليها قوي. تمام كده انا مش عايزه اضغط عليها تاني. خلاص تمام هدخلها الفرن بقى، وبعد شويه لما احس انها احمرت من تحت هطلعها اقلبها وادخلها الفرن تاني. دي الكنافه طلعتها من الفرن، اديتها تقليبه ورجعت دخلتها الفرن تاني وكسرتها زي ما انتم شايفين كده. ومعاها طبعا كنت حاطه 3 معالق سكر. انا حاسه طعمها بجد حلو قوي، مش محتاج خالص ان انا احط اي عسل. اللي حابب يحط عسل في المرحلة دي يحط، اللي مش حابب خلاص. هي طعمها كده مسكر وبجد حلو جدا. ابتدي احط الكنافة في الطاجن بتاعي عشان اعمل لهم كده طاجن شبه الحاجات اللي احنا بنجيبها من برا. طريقة دي بسم الله. طريقة تحميص الكنافة دي بصراحة حلوة جدا، احلى بكتير من احنا نحمصها على البوتاجاز من فوق. بتاخد وقت وساعات تتلسع وبتاخد كمية سمنة جامدة جدا. خلاص كده عملت طبقة من الكنافة زي ما انتم شايفين. اجيب بقى الكريمة بتاعتي. انا عندي شوية من الكريم شانتيه كنت ضرباه زي ما انتم شايفين كده تقريبا نص كوباية، ومعايا كريمة الشوكولاتة ديت برضو كنت عاملاها. عايزة اقول لكم بجد الحاجات دي لما بتبقى في البيت وركنينها كده ونرجع نستعملها تاني من مبسوطين قوي. اولا عشان مش هنعملها تاني وانها جاهزة قدامنا، وثانيا عشان خاطر الموضوع هيبقى سهل. طلعتها من التلاجة وحطيتها على طول. يعني دلوقتي عملت الكنافة، الكنافة اتبقى منها يعني كمية حلوة قوي. الكمية ديت انا هشيلها احشي بيها جلاش، اعمل بيها اي وصفة تانية سهلة كده، اطلعهم كده واحط عليهم شوية كريمة شوية نوتيلا اي حاجة هتبقى جميلة. بصوا قلبها كده لحد ما يبقى لونها ايه على بني. حابين تزودوا شوية زودوا، مش حابين براحتكو. يعني احنا بنعمل كده حاجة بسيطة وسريعة. هنزل عليها كريمة بتاعتي بقى الطريقة دي بسم الله. شوية كنافة كده في السريع نحاول نظبطها. تمام كده ظبطت الكريمة. بصوا تعالوا نشوف هنحط على وشها ايه. كريمة الشوكولاتة بقى اللي انا كنت عاملاها كده احطها على الوش بتاعي. انا فكيتها كده بشوية لبن صغير. ابتدي بقى افردها. ايه رأيكم بقى؟ انا حطيت شوية من الكنافة المحمصة كده على الجنب عشان يعني نعمل شكل لطيف
ونحط شوية من البونبوني ده كده مثلا، يعني بطريقة عشوائية كده. تاني اللي برضو عنده اي مكسرات حابب يحطها، مش حابب يحط حاجة يعني براحته، التزويق دوت حسب المتاح عندنا. تمام كده هيسيب يا محمد كده كفاية. ولا نحط تاني؟ طيب نحط شوية مكسرات صغيرين برضو، يعني هي بقى تزويق بسيط كده على قد الامكانيات يا محمد، على قد الامكانيات والحاجات اللي عندنا. ربي تكون عجبتكم، يا ريت بقى اللي ما اشتركش في القناه يشترك وما ينساش يفعل الجرس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.